بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعتبر هذه الجبهة جبهة الكم من أهم وأسخن وأخطر الجبهات في محافظة حمص بشكل عام وفي الريف الشمالي بشكل خاص، وقد جاءت هذه الأهمية وهذه الخطورة الكبيرة بسبب عدة عوامل نذكر أهمها وباختصار. أولا، محاولة النظام الأسدي الغاشم توسيع السيطرة على أكبر مساحة ممكنة موجودة على الاتجاه الشمالي لمدخل مدينة حمص المحاصرة. ثانيا، محاولة النظام الأسدي الفاجر ضرب محاور الإمداد والإخلاء والطرق الرئيسية التي تصل للمناطق المحررة ببعضها البعض. ثالثا، محاولة النظام الأسدي الجائر إحكام الطوق ميدانيا وعسكريا من على هذا المحور من أجل تقسيم الريف الشمالي إلى قسمين غربي وشرقي. رابعا، وأهم هدف من وراء كل ذلك يسعى إليه هذا النظام، وطبعا يعتبر هذا الهدف بعدا استراتيجيا لهذا النظام المتوحش، وهو إبعاد قبضة المجاهدين الأبطال والسوار والجيش الحر أكبر مسافة ممكنة عن قلب عاصمة الشهداء مدينة حمص المحاصرة من الاتجاه الشمالي. ولكن نحن بفضل الله تعالى أولا، ومن ثم بدماء الشهداء التي أمن علينا الله بها ثانيا، ومن ثم بهمة الأبطال المجاهدين والسوار المرابطين على هذه الجبهة ثالثا، نعدكم بإذن الله تعالى ببذل الغالي والنفيس من أجل إفشال وأحباط مخططات هذا النظام الغاشم حتى ولو كلفنا ذلك أرواحنا جميعا. ونعدكم بإذن الله تعالى بأنه مهما طال الزمن بأننا سوف نسأل لدماء الشهداء التي سالت بكافة الجبهات بشكل عام وفي هذه الجبهة بشكل خاص. ونعدكم أيضا بأننا لن نتوقف عند إفشال مخططات هذا النظام وأحباطها، وإنما نعدكم بالتقدم نحو الأمام من أجل ضرب مواقع النظام وأوكار شبيحته وعملائه إن شاء الله. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء صم وجند لابس رقم لواء 313 تك مع قد جيش أسد نصيري في الحنسيون ليب برجمة صواريخ 107. الله أكبر. عزت الله. الله اكبر. عز الله. لواء صمود لله بشرف التنسيق مع لواء 313 دك معقل جيش اسد النصيري على اطراف قريه كم الاسدين النصيريه في الجبهه الشرقيه لبلد الغنطوط. واحد وما النصر الا عند الله. الله اكبر. واحد عشان يبين الصاروخ عشان يفرعوا. استنى عليه شوي. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي الكريم، قوات النظام الاسدي المدعومه بكتائب من حزب الله اللبناني ولواء ابو الفضل المجوسي العراقي تحاول التقدم على هذه الجبهه وهذا المحور من أجل التضييق بشتى الطرق والوسائل على المجاهدين والثوار، ليس فقط على خط الجبهة الأمامي، وإنما من أجل ضرب محاور وطرق الإمداد والإخلاء لكافة المجاهدين والثوار في المناطق المحررة المحيطة بنا. وبالتالي الهدف من كل ذلك ليس فقط إعاقة عمل الثوار والمجاهدين، وإنما من أجل التضييق أيضا على المدنيين الأمنين العزل في كافة القرى والمدن القريبة من هذه الجبهة. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معصر لواء صمود جنود لا يقوم بتجنيس الشبيحة متواجدها على أحد حواجز أطراف قرية كم المول النظام الجبهة الشرقية لبلد الغنطور في حمص الشمالي. قرية الكم الشيعي الموالي للنظام. وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الله أكبر. وما النصر إلا من عند الله.
لواء صمود جنود الله يقومون بدك معاقل شبيحة في جبهة الكم. الله أكبر. إذا رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء صمود جنود الله كتيبة سيف الله المسلول التصدي لعصابات الأسد المجرمي الجبهة الشرقية البلد لنطر في حمص الشمالي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء صمود جنود الله يقوم بدك معاقل امن شبيحه على اطراف الزغنطه. الله اكبر. العزيز لله. الله اكبر. تكبير. بدك معاقل امن شبيحه خصوص الارض التابع لواء صمود. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اطلاق قذائف هاوين على مقرات الامن الشبيحه من قبل ابطال لواء صمود جنود الله بلده الغنطري في حمص الشمالي الجبهه الشرقيه. الله اكبر. معاقل امن شبيحه في بلد الغنطر في حمص الشمالي قبل ابطال لواء صمود جنود الله. الله اكبر لله الحمد. لواء صمود جنود الله على الجبهه الشرقيه لبلد الغنطر في حمص الشمالي. الله اكبر. الله اكبر. لواء صمود قصف معاقل الشبيحه والروافد الموجودين جبهه الكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. دك معاقل الشبيحة والأمن التابع للحزب اللبناني في ريف حمص الشمالي على حاجز بلدة الكم لواء صمود جنود الله باشتراك مع كتائب غرباء في الأرض ريف حمص الشمالي جبهة الغنطة الشرقية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، من معوقاتنا والصعوبات التي نواجهها على هذه الجبهة واحد كثافة الضربات العسكرية التي نتعرض لها من قبل العدو الأسدي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالراجمات والمدفعية والصواريخ والدبابات من قبل العدو الأسدي النصيري على كافة الاتجاهات والمحاور، وأهم مصادر القصف بالراجمات والمدفعية وحاجز ملوك وكتيبة الهندسي بالمشرفي. اثنين، كسرة التواجد لعناصر حزبة الله اللبناني في الجبهة وعناصر لواء أبو الفضل المجوس العراقي، وهناك عدد كبير من عناصر الحزب الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، وتم رصد ملاحظة تواجدهم على هذه الجبهة من خلال التنصت عليهم في الاتصالات اللاسلكية والرصد ومشاهدتهم. ثلاثة، كون الجبهة الشرقية قريبة وملاصقة لأكبر حواجز النظام في محافظة حمص وهو حاجز ملوك. رابعا، قلة التحصين وذلك لعدم وجود الإمكانيات للتحصين واعتمادنا على الإمكانيات الفردية مقارنة مع الإمكانيات التي تمتلكها الجيش الأسدي. وأن أخيرا نهاية القائمين على القيادة العسكرية والميدانية للمجلس العسكري في محافظة حمص وريفها
بالنظر الى الوضع الخطير الذي تمر به هذه الجبهه وندعوهم هم وجميع الفصائل القتاليه والجهاديه لوضع كافه الامكانيات وتسخيرها في الحد من خطوره الجيش الاسدي النصيري على هذا المحور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اطلاق صواريخ محليه الصنع خلال الطالب صمود جنود الله بالتنسيق مع لواء 313 الجبهه الشرقيه لبيت الغنطري في حمص الشمالي بسبب هجوم الشبيحه وقوات الامن. الله اكبر. اطلاق صواريخ محليه الصنع قبل الطالب صمود جنود الله. الله اكبر. الجبهه الشرقيه لبيت الغنطري في حمص الشمالي على بلد كم صفي. الله اكبر.